البنزين غلي تاني استغنى عنها. طب البنزين بس انت شايف ان السكوتر اسهل في المواصلات ولا العربيه؟ لا طبعا السكوتر اكيد طبعا. طب ايه السبب كده؟ بص حضرتك بالنسبه لزحمه المواصلات دلوقتي احنا يعتبر بنقعد اكبر وقت في العربيه، يعني ممكن نقعد في طريق من 5 ساعات لثلاث ساعات في الزحمه المتواجده في البلد يعني. فطبعا انا نفسي اعمل ده في اي مواصله، عشان العربيات طبعا بيبقى السواقين الميكروباصات وسواقين التكاتك بيبقوا قافلين الطريق وكل حاجه. السكوتر بصراحه يعني طريق زحمه، الشارع بقت زحمه على طول 24 ساعه زحمه. شايف ان السكوتر هيستفاد كتير المواصلات؟ عشان زحمة المواصلات طبعا، وبالنسبة لل يوفر بنزين شوية وديك شايف الدنيا هنا مش المرور مش كويس في بلدنا بصراحة. لأن هي وسيلة دلوقتي يعتبر هي اللي ماشية في البلد، انت زي ما انت شايف الطرق كلها بتقف، فهي يعتبر اللي هي بتمشي من على جنب، بتمشي الى حد ما حاجه بطيئه بس يعني.